حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. كرهه. أيوة بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على إنها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرف، بضاعة ومعاه تمنها. ايه ده تاني يا عبير؟ رايحه فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هسف التراب مش هرجع لك تاني. هتسفي التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت، الوقت يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغربه قوي في الفتره الاخيره. تخيلي يا صفيه، السنه بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حيلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرى لي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انتي غلطان، رحتي كتبتيلي اللي وراكي واللي قدامك. شاق عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزة أحقق له حلمه، أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده أنا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما أعرفش ليه. حاساه كده عيل سيس. أنا مش عارفة يا أختي أنت حبيتي فيه إيه، وما استغربش أبدا لو خد البت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية، أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. الباسبورت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني. بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل. المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية، عايزة بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصلا يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش. المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكرة احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي،
بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعة ألاف الدانس. أو النبي بيز ده فرح عشان خاطري عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكو. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا شكلكوا حكومة خير. أأمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك الطابت؟ بتاعت ايه اللي انت بتسأل عنها؟ هو انت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت انا. انت قلت الأدب وليلتك صدى معايا النهاردة. في ايه؟ في ايه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضو يتخانق مع بتوع السيمة؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم وآخر ست أشهر أنا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمزلات اللي عندك إن أنا أفتش وقت ما أحب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة بالسلام. لكن قرف شكلك الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل. عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي في بطنك. ده هي عكن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. هي البت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته.
هو أقرب واحد لخالد، أكيد يعرف كل حاجة عنه. موجود كان مضطر ينزل وقال لي اقول لحضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. اديني نمرتي خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي.